هناك ابو عصام. عيوني والله ضعيفه، شو لك انت طمني عنك؟ الله يخلي لي اياك يا رب. كانه في تمك حكي مرزوق، انا بعرفك. اي والله اللي صاير معي شغلي ما عم بحسن اتخلص منها بالمره. خير ان شاء الله. والله يا اخي خايف على حالي كثير منها. اوف 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 ادري شو خير ان شاء الله. شو القصه هذه يا سيدي؟ لا والله. من انت صاير معك القصه؟ من شهر. اعوذ بالله على الحكي. لهلا ساني حالك يا ابو مرزوق؟ الله يصلحك. قلت لحالي من التعب ريحت حالي، ما استفدت شيء. ايه معلوم حستفيد، معلوم حستفيد. لك يا عمي لك حدا بتجعه عينه بسكت عليها. عينها هي دبرني ابو عصام. الله يستر عرضك. خلص ما تاكل هم. دواك عندي اخي، دواك عندي. هات شوف. تمام. سيك اخي ضبوا هدول الى شغلتك. شلون بدي اسويها؟ اخي هدول تحطوا بالمي وبتوقي تحتهم نار قويه قويه قويه، خليهم هيك ليعقدوا مظبوط، وبعد ما استناهم ليفتروا وكرعهم قبل بساعتين من الترمه. ماشي الحال. رسول الله. الله يطول عمرك، كتر خيرك. وبكره إيه؟ تعال خبرني بالنتيجه. الله يخليك. الله معك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. السلام يا بي. هلا اذا اجى لعندي زبون وعينه عم تجعه بعطيه شويه زلول؟ ابي إذا أجا حدا لعند منك وعينه عم تجعه حلق له. روح ليه؟ روح شاطك رحلات.